السلام عليكم. في هذا الفيديو سنكمل موضوع الريكيرشن وأنواع الريكيرشن. عرفنا في فيديو سابق أنه هناك نوعين من الريكيرشن اللي هو التيل ريكيرشن والنون تيل ريكيرشن. في هذا الفيديو راح نتطرق إلى الفروقات بين هذه النوعين، وذلك عن طريق أخذ أمثلة وحلها بطريقة تيل ريكيرجن ومرة نحلها بطريقة النون تيل ريكيرجن. كمثال، لو نريد نوجد الفاكتوريال لرقم معين، مثلا فاكتوريال للثلاثة اللي هو شو حيكون؟ عبارة عن 3 في 2 في 1 واللي هو 6. نريد نكتب كتابة برنامج بلغة برولوج يقوم بإيجاد الفاكتوريال لرقم معين باستخدام التيل ريكيرجن. فبالبداية إذا نريد نروح نشوف الجول، إيش راح يكون بالجول؟ راح أسمي الدالة اسمها فاكت ترمز للفاكتوريال، و أحتاج الرقم اللي أريد أوجد للفاكتوريال من 2 3، وراح أحتاج إلى initial value حتى يجمع عليها الريزلت. إحنا هنا بالفاكتوريال الأوبريتر اللي راح نستخدمها هي الضرب المالتيبليكيشن، فبالتالي ال initial value لازم تكون 1، حتى لأن إذا أخليها 0 راح يكون الناتج 0. وأحتاج إلى متغير يرجع لي الفاينل ريزلت اللي راح أسميه capital S، لازم يكون كابيتال حتى يرجع لي الفاينل ريزلت وبالنهاية الدوت. هذا بالنسبة للجول، لازم أجي أعرفه داخل البريديكيت فاكتوريال. تاخذ شنو؟ تاخذ 3 integers. نجي داخل الكلوزز، عرفنا انه الريكيرجن يحتاج لشرط توقف، فهنا شرط التوقف عند ما يوصل الى الواحد، لان الرقم من ينضرب في واحد يطلع نفسه، فاتوقف بالواحد. ففاكتوريال اذا كان الرقم وصل واحد، مش قد جمعنا هنا هو نفسه رجعه داخل الريزلت واتوقف. هذا الكات حتى شنو اللي يوجد لي حل ثاني او ما يبحث عن حل ثاني. هنا انا اقدر اكتب هذا الشيء باسلوب ثاني، يعني اقدر اقول هنا انا هو الاس 1 وهنا انا الاس، واجي اقول هنا انا الاس 1 تساوي الاس، نفس الشيء. لكن هنا للسهولة وبشكل أفضل أنه أخليه بهالشكل، أنه شقد جمعنا في هذا البراميتر الثاني هو نفس الرجع للريزلت. هذا بالنسبة لشرط التوقف. زين، إذا هو مو واحد، إذا هو أكبر من واحد، هو مثلا N، وأنا هنا أنا عندي S1 للإنيشيال وأريد الفاينل ريزلت اللي هو الأس، راح أجي أحسب القيمة الجديدة. راح أقول S2 اللي هو أجيب variable جديد ما استخدمته تساوي ال S1 في N، والآن نلاحظ هي بدت من الرقم ودت تنزل ترجع للواحد، فهي تتناقص. فراح أجي أقول خلي ال N1 متغير جديد يساوي N minus 1، لأنه حتى أقللها حتى يروح للقيمة اللي قبلها، وأستدعي الدالة مرة ثانية استدعاء ذاتي. المن هالمرة لل N1 الجديدة ولل S2 الجديدة، وريد الفاينل S اللي هي الريزلت. هنا أنا إذا أريد أشوف التنفيذ شو راح يكون،
اس يساوي لنا 6 وان سوليوشن، رجع لي عدد السوليوشن لان عندي متغير، فهو حصل على سوليوشن واحد لانه عندي الكات توقفه، حتى من يحصل على حل واحد يتوقف. اذا اس يساوي لنا 6 اللي هو الفاكتوريال لـ3. اذا اريد اشوف شلون هذا البرنامج دا يشتغل حتى اقدر افهم انه التيلر ريكيرجن شلون دا يشتغل، راح اجي اسوي تريسنج. شقول اول شيء احنا من دا نبدي؟ دا نبدي من الجول اللي هو الفاكتوريال 3 1، ونريد الاس. هل يجي يسأل هل 3 هي 1؟ لا، هي n، والاس 1 ايش قد قيمتها؟ 1، والاس هي الفاينل ريزلت اللي داريد اوجده. فهسه راح يجي يحسب الاس 2 شو يساوي لنا. الاس 1 في n، الاس 1 هي 1 والn 3، فراح تصير 1 في 3 اللي هو 3. وراح نجي نحسب الان 1، الان 1 شو حتساوي لي؟ ان ناقص 1 هي 3، تروح منها 1 صارت 2. وراح استدعي الفاكتوريال مره ثانيه المن للاثنين، وش قد جمعنا هنا؟ صار عندي 3، واريد الاس اللي هو الفاينل ريزلت. مره ثانيه راح اجي اسال هل 2 هي 1؟ هي لا، مو 1، اذا هي n. فراح يجي مرة اخرى يحسب شنو؟ يحسب يقول ال s2 تساوي، من خلال هذا الاستدعاء راح اجي اقول ال s2 تساوي لنا شنو؟ ال s1 في n، ال s1 ايش قد؟ 3، وال n 2، يعني صارت 6. ويجي يحسب أيضا الـ n1، الـ n1 إيش قد صارت؟ قللها الـ n بواحد فصارت 2 ناقص 1 صارت 1. وراح يستدعي الفاكتوريال المن للـ n1 اللي هي 1، والـ s2 صارت 6، ونريد الفاينل ريزلت اللي هو الـ s. فيجي يشيك هل الواحد هو نفسه 1 هنا؟ اي نعم، شرط التوقف. اذا ايش قد جمعنا بالباراميتر الثاني؟ 6. هي هذه الـ6 نفسها انقلها للفاينل ريزلت. ايش راح يجي يطبع؟ راح يجي يطبع انه اس تساوي 6 و 1 سوليوشن. ليش 1 سوليوشن؟ لوجود الكات. هذا بالنسبة إلى الـ tail recursion. نفس البرنامج أنه أريد أوجد الفاكتوريال لرقم معين بس باستخدام الـ non tail recursion، راح نتطرق له هسه. قبل ما أكتب البرنامج الخاص بالفاكتوريال أريد نعرف شنو الفروقات بين الـ tail recursion والـ non tail recursion. إذا نشوف هذا الجدول يقول انه التيل ريكيرجن انه الاستدعاء اللي الذاتي للدالة، وين راح يكون بالتيل ريكيرجن؟ يكون في نهاية الرول، بينما بالنون تيل ريكيرجن راح يكون في وسط الرول. نجي الشيء الثاني، بالتيل ريكيرجن ما راح يستخدم ستاك، بينما بالنون تيل ريكيرجن راح يحتاج الى ستاك. فبالتالي عندنا التنفيذ ويا الستاك راح يكون اسرع من الريكيرجن without stack. الشيء الأخير، الفرق ما بين التيل والنون تيل، أنه عدد البراميترز داخل التيل ريكيرجن اللي راح أحتاجها راح يكون أكثر مما هي موجودة بالنون تيل ريكيرجن. راح أشوف بالأمثلة أنه عدد البراميتر اللي راح أحتاجها ويا النون تيل راح تكون أقل. فراح نجي نكتب برنامج الفاكتوريال باستخدام الـ non-tail recursion. أنا بالبداية أكتب الـ goal حتى أعرف شو عندي
معطيات، عندنا اسم الدالة fact، وعندي الرقم اللي أريد أوجد له الفاكتوريال، وأريد الفاينل ريزلت. هذا الفرق ما بين التيل والنون تيل. هنا أنا الانيشيال فاليو ما أعطيها بالجول، أحطيها داخل البرنامج، بينما بالتيل ريكيرجن الانيشيال اللي كانت واحد حطيتها داخل الجول، يعني داخل البراميتر الخاصة بالاستدعاء بالجول. فهنا أنا هذا أول فرق بين التيل والنون تيل، فراح أجي أعرفها هذه الدالة اللي هي الفاكت داخل الـ predicates، وهي تاخد two integers نجي إلى الـ closes. أريد أكتب البرنامج شرط التوقف. شرط التوقف هنا الـ initial value اللي كنت أعطيها داخل الاستدعاء الخاص بالجول، احنا هنا الانيشال فاليو هنا راح اعطيها بشرط التوقف. شلون؟ راح اقول الفاكتوريال للواحد هو واحد، فهو هذا الواحد اللي كتبته هو اللي راح يستخدمه كانيشال فاليو حتى يجمع القيمة عليه. فاذا شرط التوقف اذا وصل واحد يرجع واحد، واتوقف بواسطة الكات. زين اذا هو مو واحد، هو n، فبالتالي رجعنا الاس. هاي الاس شلون راح يحصل عليها؟ اول شيء بالنون تيل ريكيرجن تنقصون القيمه، فراح اجيب ال n1 متغير جديد يساوي لنا ال n ماينس 1، واستدعي الداله مره ثانيه للقيمه بعد ما نقصتها. فراح استدعي الفاكت المن لل n1، اكيد راح يجيب لي متغير جديد اسمه s1 اللي هو الفاكتوريال لل n1. فبالتالي ال s هنا انا شو راح يحسبها؟ ال s شو تساوي لي؟ تساوي لي ال s1 مضروبه في منو؟ ال n، ودوت في نهايه الرول. نلاحظ هنا أن الاستدعاء وين صار؟ صار in the middle of the rule، بالوسط. فهو هذا الفرق الآخر ما بين الـ tail recursion والـ non tail recursion. tail recursion يكون الاستدعاء الذاتي للدالة هو آخر شيء، آخر شيء بالرول، لكن بالـ non tail recursion الاستدعاء وين راح يكون؟ بالوسط. الشيء الثاني أو الاختلاف الأخير ما بين التيل والنون تيل، إنه بالنون تيل راح يستخدم ستاك، وبالتيل ما راح يحتاج إلى ستاك. هسا خلنا نشوف التنفيذ شلون راح ينفذ، ونرجع نسوي تريسينج حتى أشوف وين راح يحتاج إلى ستاك. هذا الـ output إذا نشوفه S يساوي لنا 6 اللي هو الـ factorial للثلاثة. أوكي، نرجع نسوي tracing لهذا البرنامج. أنا أريد هذا البرنامج أسوي له tracing حتى أشوف وين أحتاج الـ stack. أول شيء راح أبدي لترايس من الـ goal. الجول ده يستدعي الفاكت المن الثلاثة، رجع لنا S. أجي أسأل هل الثلاثة هي واحد؟ هي مو واحد، هي N. فبالتالي راح يجي يحسب منه، يجي يحسب الـ N1. راح يقول N1 شو تساوي لي؟ N ناقص واحد هي ثلاثة، ناقص واحد صارت اثنين. ويستدعي الدالة مرة أخرى اللي هي الفاكتوريال المن للاثنين، يجيب لي متغير جديد اسمه S1. اتي هذه الخطوة اللي هي ما بعد الاستدعاء اللي هي S تساوي لنا S1 في N، هذه ما راح تتنفذ هسة إلا يجيب لي القيمة الخاصة بالS1 اللي هو الاستدعاء الذاتي للدالة. فبالتالي هاي الخطوة وين راح تنخزن؟
راح تنخزن داخل ستاك، فأنا راح أخلي الخطوات اللي راح تنخزن داخل ستاك على جهة، أقول هذه هنا راح تنخزن داخل ستاك، هذه الخطوات راح تنخزن داخل ستاك اللي هي S تساوي لنا S1 اللي هي مجهولة، في N ال N عندي اللي هي رقم 3، واضح؟ لاحظوا انه الستاك تشتغل بمبدأ first in last out و last in first out، فيعني هي هذه الخطوة اخر شيء راح تتنفذ، ليش؟ لان هي اول شيء دخلت للستاك. نرجع على الفاكتوريال 2، جيب لنا الاسوان كأنما جول جديد دريد من خلاله انه أجيب قيمة الفاكتوريال للاثنين، كأنما جول جديد صار عندي فاكتوريال الاثنين، روح جيب لي إياه بالأسوان، فيرجع كأنما جول جديد، هل الاثنين هي واحد؟ هي لأ، هي اثنين، فإذن هي N، فالاثنين هي N، هذه الأسوان من رجعنا استدعيناها مرة ثانية صار اسمها S، واضح لو لأ؟ فبالاستدعاء الجديد صار اسمها S. يجي يحسب الـ N1، الـ N1 اللي هي N ناقص واحد، فهي 2 ناقص واحد صارت واحد، فالـ N1 صارت قيمتها واحد، ويستدعي الفاكتوريال للواحد، جيب لنا الـ S1 متغير جديد اللي هو قيمة الفاكتوريال المن للواحد. لكن هذه الخطوة اللي هي S تساوي S1 في 2 وين راح تنخزن؟ راح تنخزن بالستاك، واضح لو لا؟ فبالتالي راح يصير عندنا بالستاك، نشوف شو راح نرتبها، راح تصير عندي هذه الخطوة، بس قبلها اكو خطوة اللي هي شنو؟ هي S تساوي لنا S1 في 2، هاي محتويات الستاك. اوكي، هنا انا صار عندي استدعاء اخر جديد، نقول هنا هذا واضح لو لا؟ فاكتوريال الواحد بالاستدعاء الجديد صار اسمه S، هل الواحد يساوي لنا واحد؟ اي نعم، اذن هنا هذا المتغير ايش قد صارت قيمته؟ واحد، الاس 1 صارت قيمته واحد. من لقينا قيمة الاس 1 راح يصير؟ راح ارجع على الستاك، ابدي أنفذ الخطوات الموجودة بها، وأعتمد مبدأ الستاك اللي هو last in first out، فالأسوان حصلنا على قيمتها هي واحد، شان إيش عندنا بالستاك؟ الستاك B S يساوي لنا S1 في 2، هذه أول خطوة راح تتنفذ اللي هي الـ S تساوي لنا الـ S1 في 2، هذه راح أجي طلعناها من الستاك وراح اجي انفذها، ايش راح تكون الاس؟ 2 في 1، لان جبنا قيمة الاسوان هي 2، فصير 2 في 1، وبالتالي هي قيمتها 2 صارت، هذه هي بالحقيقة هي الاسوان للخطوة اللي قبلها، فهنا انا هسه هنا ايش راح يصير؟ هذه راح اطلعها من الستاك وانفذها، راح تتنفذ، ايش راح يصير؟ S1 وهي نفسها هنا الاثنين، ايش راح تصير؟ ويساوي لنا 2 في 3، واللي هي تساوي 6، واللي هي قيمة الفاكتوريال
للثلاثة، فبالتالي الـ output إيش راح يكون بهالحالة؟ راح يكون S تساوي لنا 6 و 1 solution. أرجو أن تكون الفكرة وضحت لهذا المثال اللي هو الفرق ما بين الفاكتوريال في حالة التيل ريكيرجن والفاكتوريال في حالة النون تيل ريكيرجن.